اعمل على الخطوة الصحيحة التالية. في السابق تكلمنا عن فوائد أننا نبني إرث حال أنفسنا وحال المستقبل. اليوم بنتكلم عن الخطوات البسيطة أو الأسئلة البسيطة اللي نسأل أنفسنا علشان نعرف إيش الخطوة التالية اللي إحنا بناخذها. أنا غاية البروانية، وتعالوا معي علشان نتكلم في هذا الموضوع. في السابق تكلمنا عن فوائد إننا نخلي إرث يخلدنا، وإننا نعيش بهذا المبدأ في حياتنا. بس مع الحالة اللي إحنا عايشينها الحين، ممكن يكون شوية صعب إن الواحد يفكر في الإرث اللي يريد يخلده. ومع كل الأشياء اللي موجودة علشان تلهينا في الحياة، من الصعب إني أركز في موضوع الإرث اللي بيخلدني، وإني أحدد بالضبط إيش اللي أريد أشتغل عليه، لأنه الحياة مربكة، والحياة فيها أشياء كثيرة تاخذ وتشتت انتباهي. فأحسن شيء في هذه الحالة إننا نوقف وبس نركز على الخطوة التالية اللي بنخطيها، فقط علشان نفكر إيش الخطوة الصحيحة، إيش الفعل الصحيح، إيش الشيء الصحيح التالي اللي أنا أريد أحققه فقط. وفي هذه الحلقة أعزمكم إنكم تردوا على 8 أسئلة بسيطة علشان تحددوا إيش الخطوة الصحيحة التالية اللي بتخطوها. أول سؤال: هل هذا العمل يسعدني؟ يبهجني؟ هل يعطي البهجة للناس؟ هل يسعدني أنا ويسعد الآخرين؟ وأرجع يسعدني أنا. إيش الفائدة إذا أنا ما أحب الطبخ إني أعطي برامج عن الطبخ؟ حتى لو كنت أتقنها ما تسعدني. إيش الفائدة منها؟ ما بعطي بنفس العطاء، ما بنجز نفس العطاء اللي بنجزه لما أعطي من شيء يعطيني ويمليني سعادة. هذا السؤال الأول، هل هو يسعدني؟ إيش هي قواك؟ إيش هي مواهبك؟ إيش هي قدراتك؟ حددها وبعدين فكر كيف ممكن تأخذها وتعطي فيها أكثر. أريدك تفكر في وقت عطيت وأنجزت وأحدثت فارق كبير. إيش اللي أنت سويته علشان تحدث هذا الفارق؟ وكيف ممكن تستخدم نفس هذه الخطوات أو مشابهة لها علشان تحدث فارق أكبر؟ إيش هو الأهم في حياتك الآن؟ ابدأ من هذا المنظور واعطي من هذا المنظور. نصيحتي لك: لا تنتظر لين لما الفرصة تجيك علشان تعطي. اخلق لنفسك فرص صغيرة للعطاء، وابني ثقتك في نفسك، وبتجي الفرص الأكبر علشان تقدر تعطي. وين ممكن تخلق هذه الفرص؟
ابدأ بمحيطك الأساسي، أي الناس اللي في حياتك الحين، الناس اللي تقضي وقتك معاهم. كيف ممكن تحدث فارق في حياتهم هم؟ ركز تفكيرك في كيف ممكن تحدث فارق. إيش اللي ممكن تسويه علشان تحدث فارق، علشان تخدم الناس وتعطي؟ بعدها أأكد لك إن النجاح والإرث اللي أنت تريد تخلده بيجي. كل ما تخطي خطوة، كل ما تحدث فارق وتنتهي من إنجازك، اسأل نفسك كيف كان؟ كيف ممكن أطور وأحسن من نفسي وأحسن من المحيط اللي أنا فيه؟ وإيش ممكن أغيره؟ شكراً لك لأنك جلست ورديت على هذه الأسئلة. كيف كان؟ كيف كانت خبرتك في الرد على هذه الأسئلة؟ وإيش العمل اللي بتطبقه من وراء الرد على هذه الأسئلة؟ أتمنى إنك تشاركني الخطوات اللي تخطيها والتقدم اللي تنجزه من عبر الرد على هذه الأسئلة. وإذا عجبتك هذه الحلقة، الرجاء إعطائي ملاحظاتك في الخانة اللي موجودة تحت، والضغط على لايك وسبسكرايب علشان تحصلوا على حلقات أخرى.